تعالوا اوعوا تفتكروا عشان بتاعت وصفات ما بتخنش، لا والله بهمل في نفسي وبتخن لحد ما بعمل كده، بس بلحق نفسي في اسبوع واحد باقوى نظام جربته في حياتي بيديني النتائج من اول اسبوع، بيفرق في لبسي وجسمي. اول اسبوع بحس ان انا هنتكس، بس بخلي عندي قوه واراده وبكمل. بعد كده بطني بتتعود على كده، بصحى الصبح الساعه 10 باكل بيضه مسلوقه وحته من جبنه القريش وممكن معاها طبق سلطه او طماطمية او خيارايه زي ما يعجبني. الساعه 2 ببدا وجبه الغداء، باكل ربع فرخه مشويه او سمكيه مشويه او قطعه من اللحمه ومعاها السلطه او خضار سوتيه ني في ني. الساعه 6 اخر وجبه، دي وجبه العشاء، بجيب زبدايه زبديه صغيره كده بقطع عليها خيارايه وباخد معاها معلقه من زيت الزيتون وحبه من حبه البركه واقلب كويس وابتدي اكلهم. من بعد الساعه 6 بقى ابتدي اشرب شاي اعشاب، شاي اسود، شاي اخضر، قهوه بدون سكر، بمنع السكر خالص وبمنع الابيض اللي هو النشويات وبمنع الملح بقلل منه وبشرب ميه طول النهار وبلاقي النتائج مرضيه جدا.